السلام عليكم طلاب، وياكم دكتور مخلص سالم الأسدي، أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين، تدريسي في كلية طب الأسنان جامعة العين ذي قار. محاضرتنا لهذا اليوم هي الجزء الثاني من المحاضرة الخامسة للمرحلة الثالثة جراحة الفم كلية طب الأسنان. وصلنا إلى موضوع البازل كونستراكشرز، وقلنا هو محور المحاضرة هو الفارماكولوجي اوف ذا لوكال انستيزيا، يعني شلون تشتغل البنج الموضعي، شلون يشتغل البنج الموضعي دوائيا من ناحية دوائية، وعرفنا شلون يشتغل وانواعه والكلاسيفيكيشن مالته وشلون نحسب الدوز. اوكي، والان وصلنا الى احدى مكونات البنج الموضعي المهمه جدا جدا بشغلنا وبالدنتال وورك، اللي هي الفازو كونستراكترز، التي لولاها يعني لما استطعنا ان نكمل العمل مالتنا بساعه وبساعتين وبساعه ونص وثلاث اربع ساعه. الفازو كونستراكترز are drugs that هي drugs that constrict the blood vessels thereby control the tissue perfusion، اذا هي حاصرات الاوعيه الدمويه البريفرال والارتريولز blood vessels. They are added to the local anesthetic solutions to oppose the vasodilation actions of the local anesthetic agent. أنا قلت لكم بالمحاضرة الثالثة في بداية local anesthetic أنه كل أنواع local anesthetic هي تسوي لي تأثير على الكارديوفاسكولار سيستم، هي تسوي vasodilation أو vasodilating effect، لكن بنسب متفاوتة حسب الأنواع، حسب تركيبته الكيميائية وفعاليتها داخل جسم الإنسان. مثلا البروكائين هو أكثر نوع يسوي فازو دايليتنج، ما عدا أرجع وأقول الكوكائين اللي هو يمتلك لي فازو كونستراكتر بروبرتيز. إذن هي تقابل، يخلونها حتى شنو؟ حتى تقابل هذا الفعل مال من، تشتغل ضد الفعل مال اللوكال أنستيك، يعني تسوي هي فازو كونستركشن، البنج يسوي فازو دايليشن، هي خلوها وضافوها ضمن تركيبة الكاربول هذا البنج اللي شايفينه انتو، حتى شنو تسوي فازو كونستركشن. وهسه راح نجي نعرف شنو فائدة هذا الفازو كونستركشن بالدنتال وورك. After injection of the local anesthetic, blood vessels dilate in the area. شوف تتوسع البلود فيزلز اللي داير ما داير، النيرف او اللي بلود سبلاي اللي موجودة في هاي المنطقة، resulting in increased blood flow to the site. This increase in perfusion leads to following reactions. وهذا يؤدي من ازداد الـ blood flow، تزداد الدورة الدموية، يؤدي إلى شنو؟ إلى زيادة بالـ perfusion، بضخ الدم. طبعاً هذا بدنا نحكي هنا البنج الموضعي اللي بدون شنو؟ vasoconstrictors، without vasoconstrictors. هنا ايش حيصير؟ إذا البنج ما بي شنو without vasoconstrictors increase rate of absorption of the local anesthetic into the cardiovascular system which in turn removes it from the injection site. طبعا ده تزداد الدورة الدموية، ايش حيصير؟ البنج كله ينسحب draining، ينشفط مثل ما عبرت لكم أنا بالمختبرات ودائما محاضراتنا حتى للتوضيح هذا المصطلح، ينسحب لأن الدورة الدموية هنا شنو؟ كلش فعاله و increase perfusion. زين هذا هو يخدمني لو ما يخدمني اني بالدنتال وورك بالاكزو بالفلنج بالاندو اني دنتال وورك، هذا ما يخدمني طلاب. انا الدنتال وورك مالتي يعني فيري لونج، طويل يعني مو قصير، يعني باقصر حالاته هو نص ساعه ثلاث اربع ساعه. طبعا هاي اذا مشت الامور هي شنو طبيعيه، اذا ما صارت عندي مشاكل بالعمل وبالشغل فهذا ما يفيدني انه البنج اول ما حقنا راسا يروح للدوره الدمويه ويروح مفعوله، يعني معناه يروح مفعوله، هذا اللي قصده. بعد النقطه الثانيه increase plasma level of the local anesthetic with increased risk of local anesthetic toxicity. وبهاي الحاله اذا كل البنج راح ونسبه كبيره من عنده راحت للسيستميك سيركوليشن، هي ماده كيميائيه بها سايد افكت، لذلك ممكن يصير عندي توكسيسيتي سيستميك توكسيسيتي، وتبدي شنو تطلع الاعراض، وخصوصا قلنا على الكارديو فاسكولار سيستم والسنترال نيرفس سيستم، وهذا هم ما يخدمني. Decrease the duration of action of and decrease the depth of the anesthesia because it diffuses away from the injection site more rapidly.
النقطة الثالثة راح تقول فعالية الأنستيزيا وعمقها وطولها، يعني معناها ما عندي وقت وأنا أحتاج وقت. زين. رابعا increase bleeding at the site of the injection due to the increased perfusion، وراح يزداد عند النزيف بالمنطقة هاي. احنا مجربينها عمليا، دا نحكي براكتيكلي من 17 سنة عندنا خبرة عملية، 16 سنة تقريبا 17 سنة انه التوث من نسوي له اكستراكشن، واحنا مشتغلين في بالنوعين، بالنوع الاول اللي هو وذ ادرينالين يعني وذ بازو كونستركتر، والنوع الثاني اللي هو البلين انستيزيا يسمونها او الكلاسيكال انستيزيا اللي وذ اوت بازو كونستركتر، اللي وذ اوت بازو كونستركتر بس تقلع التوث مباشرة او بس تسوي سيبريشن للجم او للجنجيفا على مود تلزم التوث بصورة صحيحة ويصير بلاد عندك، بلاد يصير اوز نظيح يصير، وهذا ممكن يستمر اوكي لفترات يعني ليست بقصيرة يعني. زين. طبعا هاي بالماينر سيرجري وبالميجر سيرجري، اذا عندنا مالتيبل كونستراكشن، اذا اريد اسوي امبلانت، اذا اريد اسوي عمليه، طبعا الدم عندي راح يصير كل شوي زائد السلايفه، هاي كلها ايش حيصير هنا؟ يعني يصير بلادلس فيلد، بلاد العفو بلاد بلادي فيلد، يصير مكان كله مليان بالدم، وحتى يقلل شنو الافكتفنس مال السيرجري والسكسس اوف سيرجري. اذا هاي العوامل اللي هاي الظواهر او هاي الشغلات اللي راح تصير if used local anesthetic without vasoconstrictor. هسه حكينا اللي الشغلات والامور اللي تصير اذا استخدمنا بنج موضعي ما بي vasoconstrictor. اذا هسه نجي شنو نحكي the advantage of additions of vasoconstrictor to the local anesthetic solution. ذن الحكي لنا الاربع كلهم حين عكسن، يعني هاي ليش انا اضيف بازو كونستركتر على مود اعكس ذني الحالات الاربعه اللي ذني اعتبر هنا ديز ادفانتج، ما يفيدني بشغله، كلهن ما يفيدني بشغله، اربعه ما يفيدني بشغلي. لذلك ايش اخلي بازو كونستركتر اللي حتسوي ديجريز ذا بلاد فلو، راح تقلل البرفيوجن تو ذا سايت اوف ذا انجكشن، وبالتالي ذا ابزوربشن ريت اوف ذا لوكال انستيكس انتو ذا كارديوفاسكولار سيستم از ريديوس، وهذا انا اللي اريده، leading to or resulting in lower anesthetic plasma levels. أنا أريد أقلل مستوى اللوكال أنستيزيا وين داخل مجرى الدم. شو أسوي داخل مجرى الدم؟ أنا أريد يم النيرف، يم التوث، يم شغلي. ما أريد يروح للسيستميك سيركوليشن. هاي الشغلة. أريد البنج الموضعي داير مداير النيرف قريب يم النيرف لفترة أطول قدر الإمكان. ما أريد يروح للسيستميك سيركوليشن ويتبذر ويروح يأذي المريض. وبالتالي أذى المريض، أنا ما استفاديت من عنده وسوالي شنو توكسيسيتي وسوالي سايد إفكت، وأنا في كلتا الحالتين أنا ما راح استفاد. إذا شنو الأدفانتج؟ decrease the risk of systemic toxicity، lower the local anesthetic plasma levels، increase the duration of action، decrease the bleeding to the site of the injection. يعني كلهم ذني حكينا ذن الفوائد اللي خليني نضيف الفازوكونستركتور to the local anesthetic drugs. نجي هسه الى ديليوشن اوف ذا فازو كونستركتور. الفازو كونستركتور طبعا هي كماده مركزه كلش خطره، لذلك يخففونها، يعني واحد للالف، واحد للمئة الف، واحد للعشرة الاف، واحد للخمسين الف. The dilution of the vasoconstrictor is commonly referred as to as ratio 1 to 1000 and is written 1 per 1000، واحد الى الف، واحد الى الف. زين. This 1 per 1000 mean there is 1 gram. هذا شو يعني؟ يعني واحد معناها اكو 1 gram من الادرينالين بجهد، يعني اللي لانه 1 gram شو يساوي 1000 milligram of the solution، اوكي يعني مخفف 1000 مره. وهذا جدول نزلته قبل مده على حسابي بالانستا، لقيته في احد الكتب الجيده بالمال اورال سيرجري. شوفوا طلاب، هذا التركيز بالجرام للمل، نسبة الجرام للمل، اوكي يعني هذا شوف مخفف، هذا مل، هاي الجرام وهاي النقطتين وهاي وراها يجي المل، يعني مخفف بالمل، يعني السيسي الحجم. هنا طبعا نعرف هنا واحد الى الف بالمليجرام هو عبارة عن شنو، لانه عندنا الواحد جرام هو يساوي الالف مليجرام، فنقسم الف على الف يصير معناه 1 milligram per mil، اوكي.
وهنا نجي 1 الى 10000 معناه 1 على 10 اقسم الواحد على 10 يعني 0.1 ملي جرام بير مول وهكذا 1 الى 50000 يعني اكو بعض الانواع مخففه 1 الى 50000 يعني هذا شنو معناه ايش قد تطلع النسبه اقسم الواحد على 50 تطلع لي 0.02 ملي جرام بير مول وهكذا. نشين انواع البازوكونستركترز تايبس اوف ذا بازوكونستركترز المشهور والموست كومن اللي نستخدمه احنا هو الابنفرين او يسمونه الادرينالين. الابنفرين remains the most effective and the most commonly used vasoconstrictor in medicine and industry. اكثر واحد مشهور. مين يجي المصادر مالته؟ هو طبعا اكو اندوجينس اكو داخلي تفرز يفرز جسم الانسان عن طريق من الادرينال ميدولا هذا يسمونه اندوجينس. It is available as a synthetic ويصنعونه كيميائيا and obtained also from the adrenal medulla of animals ويأخذونه من الغدة الكظرية الموجودة بالحيوانات. إذا أكو صناعي اللي نستخدمه إحنا بالبنج وبالطب العام وأكو داخلي هو اللي ينفرز أدرينالين هذا مركب كيميائي اللي تفرز الأدرينال مدلة اللي مكانها بالسوبرير بول of the your kidney بالكلية مالتك. المود of action acts directly on both alpha and beta adrenergic receptors هو يشتغل على يعني هذا من ينفرز إلى تأثيرات جانبية بعضها مفيد وبعضها لا ضار إذا انفرز بكميات كبيرة حالة الخوف الستريس الدبريشن هاي دي نحكي عليها ومن ضمنها الدنتال فوبيا. اوكي اذا اكت دايركتلي اذا يشتغل على ريسبترات اللي هي الفا وبيتا كولينرجيك او ادرينرجيك يسمونها ريسبترز حتاخذونها بالفارما والمفروض انتم ماخذينها بالفسيولوجي العام الماضي. هذا الجدول يوضح لي مكانات البيتا وين عنده بيتا 2 والالفا وين الالفا 2 اللي يشتغل عليها الادرينالين. يعني الادرينالين من يبدي ينفرز داخليا نتيجة السترس نتيجة الدبريشن نتيجة شنو الفير اوكي نتيجة التروما نتيجة السيرجري هاي شنو معناه معناه حيبدي يشتغل على اثنينات على الالفا وعلى البيتا. يعني مثلا بالهارت البيتا وين وين موجودة موجودة بالهارت شنو تأثيره اذا تحفزت راح يزيد الاوتوماسيتي الاوتوماتيسيتي وانكريز الكوندكشن انكريز الكونتراكتيلتي انكريز الاكزايتابيلتي. مثلا على الكورونر ارتريز ايش حيصير يصير بازو دايليشن اوكي الكيدني انكريز الرينين ريليز الاديبوز تيشو انهانسد ديلايبولايسيس يبدي تتكسر الشحوم والدهون انتستان المصل ريلاكسيشن اوكي هاي من منها شنو هنا البيتا وين موجوده موجوده بالهارت موجوده بالكورونري موجوده بالكيدني موجوده بالاديبوز تيشو. البيتا 2 كذلك وين مكاناتها الالفا 1 هاي مكاناتها الالفا 2 هاي مكانها. شوف الالفا 1 البريفيرال ماسلز عفوا فيزلز شوف هاي بريفيرال فيزلز اللي هي الارتريولز اللي هو المصغر مال الارتري نهايات الارتري والكابيلاريز شو يصير بها فازا كونستراكشن لا تخلط بين الفازا كونستراكشن وبين هنا الفازو دايليشن. تاثير الادرينالين يعتمد حسب مكان الريسبتر مالته من يبدي يتحفز راح يتحفز الاثنيناتهم البيتا والالفا حسب مكانهم. هنا البيتا وين موجوده بالكورونر ارتيز شنو تاثيره يسوي فازودايليشن لكن هنا بالبريفيرال فازز بالاوعيه الدمويه الصغيره والشعيرات الدمويه ايش حيسوي يسوي فازوكونستركشن لان هنا ايش موجود موجود الالفا. مثلا بالبرونكيال ماسلز العضلات مال المجاري التنفسيه مال القصبات الهوائيه يسوي شنو الالفا يسوي كونستركشن وهكذا. زين نجي الفانكشنز اوف ذا ادرينرجيك ريسبتورز نفس الشيء تقريبا هذا الجدول الالفا 1 شو يسوي الالفا 2 شو يسوي البيتا 1 شو يسوي البيتا 2 شو يسوي اوكي هنا شو بس الالفا 1 شو يسوي لك الالفا 1 موجوده موجوده بالبرونكيال مسل وكذلك البيتا 2 موجوده هم بالبرونكيال مسلز. شوف حتى واحد من يجي يقرا الجدول يقول دكتور شو هنا يسوي كونستركشن وهنا يسوي ريلاكسيشن العضلات القصبات الهوائيه شلون يعني شنو هالتناقض؟ لا هذا مو تناقض هنا يبدا على العدد البيتا 2 ريسبتورز موجوده بالبرونكيال ماسلز بكثره اكثر من مما موجوده الالفا ريسبتورز. يعني البرونكيال ماسل بها نوعيتين من الريسبتورز البيتا 2 وموجوده الالفا 1 من الاكثر موجود بها ريسبتورات البيتا 2
لذلك تأثير الأدرينالين عليها هو اللي راح يطغي وراح يكون جدا واضح ويسوي لي ريلاكسيشن. أما هنا يصير بازا كونستركشن، يصير العفو كونستركشن، بيتضيق القصبات. لكن شنو مقارنة بعدد البيتا اللي موجود هنا؟ لا، حيضغي وحيصير بها ريلاكسيشن أكثر مما يصير بها كونستركشن. طبعا هذا حكي فيسيولوجي، لكن اللي تذكره المفروض أنتم من العام الماضي ماخذينه. إذن when we administer epinephrine or adrenaline to the patient we expect alpha and beta 1 and beta 2 agonist effect we expect. يعني من أحقن الأدرينالين أو من أنطي للمريض حتبدأ تتحفز عند البيتا 1 وال 2 والألفا ريسبترز. إذن إيش حيصير؟ هاي مهمات طلاب ذن، يعني بتأثيرنا بالشغل ذن كلش مهمات. increase blood pressure يعني اللي عنده ضغط، ها لازم أدير بالي من عنده، هو خايف ينفرز عند الأدرينالين وأنا أنطيته أدرينالين، يعني بالضغط ما يصير أنطي واي كاربون، ما يصير أنطي واي بنش 5 و 6 و 4 و 3، لا الهارت ريت اللي عنده خفقان واللي عنده هم ضغط هم أدير بالي من عنده. increase الكارديو كونتراكتيلتي نفس الشيء، dilation يعني ذني ثلاث نقاط أدير بالي من عندهن ويا المريض. هنا يصير dilation of the bronchioles and the lungs، هذا طبعا نعتبره كشيء ايجابي، يعني المريض يبدي يتنفس براحته، يعني بالعكس يرتاح اكثر. ودايليشن اوف ذا فيزلز ان ذا سكيليتال ماسلز، والاوعيه الدمويه اللي بالعضلات يصير بها توسع. نجي سيستميك اكشنز، نجي السيستميك ايش حيسوي الادرينالين على عضله القلب؟ قلنا يزود الهارت ريت ويزود البلد بريشر ويزود الكارديك كونتراكتيلتي هاي. اوكي على الكورونر ارتري يسوي لي فازا ودايليشن، على البلد بريشر يرفع للضغط، تاثير على الاوعيه الدمويه. البرايمري اكشن اوف ابينفرين اون ذا سمولر ارتريولز اند بري كابيلاري سفنكترز، يسوي لي شنو اللي يجهز لي السكن الميوكوس ممبرينز والكيدنيز. برايمرلي كونتينز الفا ريسبتورز حسب مكانها، مره فازا ودايليشن يسوي مره فازا كونستركشن حسب الريسبتور حسب مكانه. اذا الابينفرين برودوسز construction of these vessels، يعني يسوي لي تقلص بالاوعيه الدمويه المن النهائيه الصغيره اللي موجوده بالميوكوس ممبرين اللي طبعا شغلنا بالماوث بالسكين. اوكي والفيزلز سبلاينج ذي سكيليتال ماسلز كونتين بوث الفا اند بيتا 2 ريسبتورز وذ بيتا 2 ريسبتورز بريدومينيتنج، شوف موجوده مثل ما قلت لك من الساعه 2:00. لذلك سمول دوز اوف ابينفرين برودوس دايليشن اوف ذيس فيزلز as a result of the beta 2 actions. The beta 2 receptors are more sensitive to the epinephrine than the alpha receptors. شوف مثلا وتتحفز اكثر تستشعر اكثر بالادرينالين اكثر من الالفا ريسبتور. اذا larger doses produce vasoconstriction because alpha receptors are stimulated. طبعا يصير vasoconstriction لكن هو اكثر شيء يصير vasodilation. انا احكي سيستميك بصوره عامه. نجي الهيموستاسيس اللي هو توقف الدم. هيموستاسيس هذا مصطلح هو control of bleeding أو blood control blood stop. clinically epinephrine is used frequently as a vasoconstrictor for the hemostasis during the surgical procedure، لأنه يسوي vasoconstriction بمن بالcapillaries بالprecapillary وبالarterioles وبالتالي يقلل blood للمنطقة وبالتالي أقدر أشوفه أشتغل براحتي. injection of epinephrine directly into the surgical site rapidly produces high tissue concentration predominant alpha receptor اللي موجود هناك stimulation وبالتالي احصل على الهيموستاسيس. الريسبيرتوري سيستم مثل ما قلت لكم يسوي لي فازا دايليشن. الميتابوليزم مالته الابنفرين تاثيره على الميتابوليزم يعني على الحرق على عمليه الحرق. الابنفرين حيزيد الاكسجين consumption استهلاك الاكسجين in all tissue يعني زيد عندك طاقه الحرق. Through beta action it stimulates glycogenolysis in the liver and skeletal muscle. بالرغم من انه البيتا ريسبتر تحفز لي عمليه الجلايكوجينولايسيس in the liver والسكيليتال muscle، يعني حيبدي بينما البيتا ايش حتسوي هنا؟ تسوي تحليل الجلايكوجين. الجلايكوجين هو السكر الزائد، وين ينخزن؟ ينخزن بالليفر والكبد بالكبد عفوا بالسكيليتال muscle على شكل شنو؟ جلايكوجين. فالبيتا ريسبتر ايش تحسوي هنا؟ تبدي اذا تتحفز وبكثره تبدا عمليه عندك شنو تكسر الجلايكوجين اللي موجود المن بالليفر وموجود بالسكليتال موصل. وطبعا من يتكسر الجلايكوجين المن يروح اها الفيتنج ذا بلود جلوكوزين، النتيجه مالت الكيميائيه هو ارتفاع السكر او البلود ليفلز ات ذا بلازما.
إذن اللي بيندنج بلد جلوكوز ليفل آت ذا بلازما إبينفرين كونسنتريشن اوف 152-200 بيكاغرام بير مول ذا إيكوفالنت اوف 4 دنتال لوكال أنستيتيك كارتليج اوف إبينفرين 1 إلى 100,000 must be administered to elicit this response. يعني هنا فد مقاربة هيش يعني فد مثل يمطيك هو يقول لك أنت تقريبا تضرب أربع كاربولات حتى تقدر تحصل على هاي الأكشن على الجلايكوجينيلايسيز. نجي الأفيلابولتي إن جنتسوري. أدرينالين is the most potent patent widely used vasoconstructor and denser is available. موجود بتراكيز 1 إلى 50,000 1 إلى 100,000 1 إلى 80,000 1 إلى 20,000 مخفف ديليوشن. نجي الماكسيموم دوز طلاب. الماكسيموم دوز طلاب هو للهيلث بيشنت هو 0.2 ملي جرام. يعني ما أريد أدوخك بحسابات صيدلانية لكن اللي يريد عادي بالمختبر إذا عندنا وقت عادي أشرحها. يعني هو 10 كاربولات أمطي. يعني الدوز النورمال دوز للهيلثي بيشنت الماكسيموم دوز أعلى جرعة أقدر أمطيها من الأدرينالين هي شقد بالكاربول 0.2 ملي جرام. وللناس اللي عندهم شنو ميديكال كومبرماز أمراض قلب وغيرها أمطيهم 0.004 ملي جرام. شوف هنا جرعة كبيرة هنا جرعة قليلة. أوكي يعني عمليا الخلاصة الزبدة مثل ما يقولون مربط الفرس انه الناس الاصحاء اقدر انطيهم ما يقارب 10 كاربولات اقصى شيء او 11 كاربولة. لكن هو اكو واحد يطلع 10 كاربولات 11 كاربولة شنو دعوة ايش عندك انت ماكو هيك شيء. صار من 17 سنة ما فد يوم انا شخصيا ما تجاوزت الخمس كاربولات. يعني صراحة انطي اربعة حدي اربعة وخمسة. طبعا هاي بالسيرجر عندي اذا عندي عملية امباكتد توث ريموفال عملية سن العقل او رفع ورم بسيط داخل الفم. يعني اذا اشتغل بنج موضعي اذا اشوف الشغلة كبيرة لا احول المريض للبنج العام. والناس اللي عندهم مشاكل جهاز الدوران امراض قلب سكر عندهم مثلا وامراض قلب لا انطيهم جرعة اقل اللي ما يقارب كاربولتين الى ثلاثة مثل مستع ما قلت لكم. اذا ابو الضغط ابو السكر وعنده ضغط عنده امراض قلب مبدل صمام عنده عجز بالقلب عنده congenital heart abnormalities راح ناخذ بصف رابع ان شاء الله. هذا لا ما يصير تنطي هواي بنج حدك كاربولتين او ثلاثه. هاي شنو اللي بيها ادرينالين دا احكي. اذا ما بيها ادرينالين عادي انطي ما بيها ادرينالين انطي بس هم ياخذك الواس وتنطي بدون فائده. نجي النوع الثاني اللي هو الفلبروسين. هذا استخداماته قليله. هو synthetic analog of the antidiuretic hormone يشبه مصنع طبعا هو ماده مصنعه تشبه الهرمون البازوبرسين. المود اوف اكشن مالته اك دايركت ستيمولات اوف فاسكولار سموث مسل يشتغل مباشره على الفاسكولار سموث مسل. تاثيرات على الهارت ما بي تاثيرات. البلود فيزلز ان هاي دوسز اندوسز فازوكونستراكشن يعني تاثيراته بالجرعات العاليه يسوي فازوكونستراكشن. تاثيرات على السي ان اس شنو هم مال التاثيرات لكن له تاثير كلش خطير على اليوترس على الرحم مال المراه. الاوكسي توكسيك اكشن يعني بروموتس دي رابيد ليبر يعني ممكن يعجل ويسوي تقلصات بالرحم وممكن يسوي ليبر للبريجننت فيميل. لذلك كونترا انديكيتد ان ذا بريجننت بيشنت يعني احنا ما نستخدم هذا. انا كل مره مرتين شايفه صراحه بس ما مستخدمه بس كان قبل اكو يعني بدايه الالفينات انا شايفه المجن الطالب بالكليه شايفه الفيلبرسن. النوع الثالث اللي هو النور ابنفرين او يسمونه الليفار ترينولول. المود اوف اكشن مالته يعني يشتغل لي اكثر شيء على الالفا ادرينرجيك ريسبترز. شوف من ساعه ايش قلنا احنا النور ابينفرين او يسمونه النور ادرينالين واللي اسم ثالث هو ليفار ترينول نور ابينفرين او النور ادرينالين. طبعا هذا قليل يستخدمونه لان هسه نقول لكم ليش. يعني هذا اكثر شيء يشتغل على الالفا ريسبترز بينما ذاك يشتغل شنو هو على الالفا وعلى البيتا. زين السيستميك اكشن مالته على المايوكارديوم نفس الشيء تقريبا يشبه هذا الادرينالين يسوي يزيد الكونتراكتيليتي والاوتوماتيسيتي اوف ذا هارت. اوكي على الكورونرا ارتريز نفس الشيء انكريز بالبلد فلو بالكورونرا ارتريز يعني فازو دايليشن. والهارت ريت شوف نور ابنفرين برودوسز ا ديكريز ان ذا هارت ريت يسوي يقلل الهارت ريت مباشرة. هو يقلل الهارت ريت لا اذا هو يرفع الضغط ويزود البلود فلو شلون راح يقلل الهارت ريت. هاي شوي خف واحد يقراها ويتامل بها يعني للناس اللي تنتبه طبعا لها.
شلون يعني يقلل الهارت ريت العد؟ خب هذا زين يعني نستخدمه. هذا يقلل الهارت ريت بصوره غير مباشره طلاب، هو حيزود الكونتراكتيلتي اوف ذا هارت، راح يخلي الهارت ريت تزداد بالبدايه انا دا احكي اوكي، لكن ويبدا الهارت يدق يصير المرض عنده خفقان، يسوي اريثيميا، لكن هاي الاريثيميا الله خالق لنا شنو فد فاصل يسمون ايورتيك بارو ريسبترز، هذا منظم الضغط، فالسنسر صغيرون ينظم الضغط هذا اوكي. من يبدا الهارت اوكي نتيجه النور ابنفرين دقاته تزداد الهارت، هو ما يبقى الهارت حتى يعني يوقف اذا يبقى يدق اوكي. فايش حيصير هنا؟ اكو سنسر الله خالق سبحانه وتعالى ونتيجه بالاضافه الى الفيجاس نيرف، لان الفيجاس نيرف احنا شو يسوي لي؟ يقلل دقات القلب، لان هو شو يشتغل؟ باراسمباثيتك اوكي. الهارت توصل للكهربائيه، الكهربائيه توصل للهارت عن طريق السمباثيتك اللي موجوده بالسوبرير جنجليا بالسبانال كورد اوكي. ها شو تسوي؟ تزيد الهارت ريت، العكسها اللي تقابلها الباراسمباثيتك، وهي اخذناها بصف اول بالجنرال اناتومي اللي يريد يراجعها محاضرات الجنرال اناتومي. يعني الفيجاس نيرف يقلل ديكريز ذا هارت ريت اوكي. اذا بمساعده هذا السنسر وبمساعده الفيجاس نيرف حتى المريض ما يروح ما يبقى الهارت ريت مالته يعني انكريزنج، شو يصير؟ يفصل، لذلك يبدي يقل شنو ماركت افتر ماركت انكريز ان بوث سيستوليك اند دايسوليك بلود بريشر، اللي هو النور ابنفرين بطبيعته يزود لي زياده قويه المن للسيستوليك والدايستوليك ويزيد الهارت ريت بالبدايه ويزيد الكونتراكتيليتي ويسوي فازو دايليشن للكورونر ارتريز، وبالتالي يزداد ضخ الدم للهارت لعضله القلب، وبالتالي يزداد الضغط وتزداد الهارت ريت، لكن بصوره كبيره، لكن عن طريق الفيجاس نيرف وعن طريق البارو ريسبترز حيبدي ينخفض شنو الهارت ريت بصوره غير مباشره اوكي. هذا اللي اقصد به، لذلك هم ما يستخدمونه، يعني يرفع الضغط اول مره ويزيد الهارت ريت، وبعدين يبدي شنو مباشره ورا ما ترتفع تعبر المية ممكن او اكثر او اقل، شو يصير؟ يصير شت داون مثل الفاصلة، هاي البارو ريسبتر مثل الفاصلة. نجي البلود بريشر يزداد اثنيناتين يزدادن على الفاسكوليتشر، النورابينفرين ثرو الفا ريسبتر يعطيني كونستراكشن اوف ذا كيوتانوس بلود فيزل يشبه الادرينالين، لكن اكو بي ديز ادفانتج هنا، ديجري اند ديوريشن اوف اسكيميا نوتد افتر ذا نورابينفرين انفلتريشن انتو ذا هارت بلت هاب ليد تو سوفت شنو كروس، لكن هو يسوي بازا كونستراكشن كلش قوي اكثر من الادرينالين لو نلاحظه. يعني هسه هذا هنا المريض منطينا انجكشن للباليت، شوف تصير نكروسز لانه يسوي شنو؟ يقطع الدم عن هاي المنطقه بصوره جدا قويه وقاسيه، لذلك ما يستخدمونه طلاب، لذلك نستخدم الادرينالين. على الريسبيراتوري سيستم ما يسوي الريلاكسيشن لانه يشتغل على الالفا زين. السنترال نيرفوس سيستم يشبه الابنفرين اوكي، نوت اكزيبت سي ان اس ستيمليتنج اكشنز ات يوجوال ثيرابيوتيك دوز، ما ياثر على السي ان اس مثل الادرينالين، لكن شنو؟ بالجرعات الاعتياديه. اذا لا والله انت تجي وتنطي المريض ستة كاربول كله خمسة كاربول، لا ممكن شنو؟ يصير اعراض جانبيه بالسي ان اس اللي ذكرناها، ممكن ريسبيرتوري ديبرشن، ممكن كوما، ممكن حتى ديث، كونفيوجن، تريمر. نجي هسه سلكشن اوف ذا فازا كونستركتر، ورا ما عرفنا انواع، شلون اختار الفازا كونستركتر المناسب مالتي؟ السلكشن يعتمد على عوامل، لينث اوف سيرجيكال بروسيجر، يعني ايش قد انا احتاج شغل مالتي، الريكويرمنت اوف هيموستيس، احتاج ايش قد هيموستيسيس، اوكي؟ الريكويرمنت اوف بوست اوبرتيف بين كنترول، لذلك يضيفون هم الفازا كونستركتر حتى برولونج ذا بين فري ستاتس، الفيزيكال ستاتس اوف ذا بيشنت اند الميديكيشن يوز، ذا بنفيت اند ذا ريسك اوف ذا اندوسينج ذا فازا كونستركتر ان ذا لوكال انستيك سوليوشن ان بيشنت هو ار ميديكال كومبرومايز ماست بي ويت، يعني انت مو ياخذك الواس، تبقى حاله المريض الصحيه تخليها امام عينك، اللي عنده امراض قلب ما تعطي جرعات هوايه من النورابينفرين او الادرينالين، لازم يعني هذا يختلف عن الانسان الطبيعي، وحتى ذكرنا احنا الدوزات. طلاب هذا ملخص الفاكتورز اللي يحب يطلع عليهن. نجي بعض الملاحظات. For the following group patients use of the local anesthetic agent with vasoconstrictor is contraindicated. الحالات التالية الاي بي سي ذني
ذن ما اقدر استخدم بهم شنو اللوكال انستيك وذ شنو وذ ادرينالين او وذ فازوكونستريكتر. الناس اللي عندهم كارديو فاسكولار ديزيز احنا نقدر نعطيهم وما نقدر نعطيهم حدنا كاربولتين ثلاثه، لكن الافضل ما تنطيهم، تنطيهم شنو اللي ما بي ادرينالين. بعد الناس اللي عندهم ثايروتوكسيكوسيس اللي عندهم مثلا هايبر ثايرويدزم يسمونهم تضخم بالانلارجمنت ديو تو سيست او تيومر او ايتوباثيك ريزون، يعني فالسبب عندهم تبدي تضخم عندهم الغده الدرقيه. والناس اللي يستخدمون المونو اوكسيدايز مونو امين اوكسيدايز انهيبيتورز او تراي سايكليك انتي ديبرسنت، الناس اللي ياخذون ادويه العلاجات الامراض النفسيه ذولا ما يصير تنطيهم انت لوكال انستيزيا او بها ادرينالين. ليش؟ لان الادرينالين هنا شنو هاي الادويه حتتفاعل ويا الادرينالين ويصير دراج انتراكشن وحتبدي تزود بوتنشيت اند انهانس ذا افكت اوف ذا ادرينالين، حتبدي تضاعف كميه الادرينالين وتزود كميه الادرينالين. هسه طلاب عرفنا المكون الثاني من البنج الموضعي اللي هو البازوكونستركتر واخذناه بتفاصيل جدا وافيه. نجي المكون الثالث من الكاربوله اللي يسمونه ريدوسنج ايجنت، الماده الحافظه اللي هي مثل من الصوديوم بايسولفيت، هاي يضيفونها طلاب حتى شنو حتى تحمي شنو تحمي البازوكونستركترز حتى ما تخلي يتاكسد، يعني مضادات للاكسد اوكي، وما يبدي يتحلل وما يتلف. البريزرفاتيف يعني هذا هم ماده حافظه لكن المن حافظه خاصه بالبازوكونستركترز حتى تحمي البازوكونستركتر من التحلل ومن الاكسده. هنا جنرال بريزرفاتيف ذيس ادد تو انكريز الشيلف لايف، هاي تزيد العمر مال الكربوله بصوره عامه، يعني الاكسباير ديت مالتها سنه او سنتين. مثالها الميثيل باربين which is the bacteriostatic and fungistatic agent okay يعني ما يخليها تتلوث. والثايمول which is antiseptic and fungistatic يعني مضاد للفطريات والبكتيريا. رينجر سوليوشن يخلون وياها حتى رينجر. الخامس المكون الخامس هو رينجر سوليوشن the anesthetic agent and the additives are dissolved in modified رينجر سوليوشن، يعني هاي كلهم يذوبونها بمادة الرينجر اوكي. ليش؟ حتى تجعل التيشو شنو ايزوتونيك حتى تصير للمعادله. احنا قلنا البي اتش مال التيشو هو يختلف عن البي اتش مال شنو اللوكال انستيك، واذا يكون بنات الفرق حيبدا المريض يحس بالم والديوريشن تتغير والاونست تتغير، لذلك يضيفونها حتى لغرض التخفيف ولغرض تطابق البي اتش بين من بين البنج وبين التيشو اوف ذا بودي. اذا وهذا محلول متعادل هو الرينج. This isotonic vehicle minimizes discomfort during the injection of the local anesthesia. Distilled water يضيفون كذلك distilled water الماء المقطر. It is used as diluent أو diluents to provide the volumes of the solution in the dental cavity. هذا ينطي طبعا هو هم isotonic المحلول تقريبا يشبه الرنجر، يعني هم ينطينا حجم يعني يخفف لي ويصير البي اتش شوية يعني قريب للبي اتش مال التشو ويقلل الديسكمفورت خلال الانجكشن. شوف طلاب هذا شوف هسه مثل هذا الليدوكاين هاي الحجم مالتها 1.7 سي سي 7 بالعشره الحجم مالتها، شوف هاي النسبه مالتها 2% ليدوكاين. شوف هنا بها ابنفرين وهنا ابنفرين لكن هنا تركيزه يختلف، هنا 1 الى 100,000 بينما هنا 1 الى 50,000. هذا نوع ثاني من البنج طلاب. شوف هذا البلين انسيزا اللي ما بها ادرينالين يسمونها بلين انسيزا شوف، لكن هاي بريلوكاين اند ابنفرين اوكي، هاي بها شنو يكتبونها مرات فورت، هاي بها ادرينالين. طلاب وهذا الكومبوزيشن اوف ذا لوكال انستيك، هذا الجدول يوضح الملخص مال الكومبوزيشن مال مكونات اللوكال انستيك. نجي الريكويرمنت اوف ذا ايديال، نجي بالنهايه نهايه الجزء الثاني من المحاضره الخامس هو الريكويرمنت اوف ذا ايديال لوكال ايجنتس وين اسيسينج ذا بروبرتيز اوف ذا دراج يوز ان دنتري، يعني هاي تقريبا احنا اخذناها بالمحاضره الثالثة من اللوكال انستيزيا، المحاضرة الثالثة رقمها أول محاضرة من محاضرة اللوكال انستيزيا. شنو المتطلبات أو الريكويرمنت أو الصفات التي يجب أن تتوفر في البنج الموضعي؟ البوتنسي أند ريلايبلتي، يعني لازم الفيرست ريكويرمنت سبستنس شود بي ادمنستريد كوركتلي أند إز أدويت دوسج إت كونستنتلي برودوس إفكتيف لوكال انستيزيا، يعني بوتنسي يجب ان يكون فعال اوكي. بعد
الريفرسبيلتي اوف اكشن، قلت لكم هذا البنج الموضعي من تعقنه لازم ورا ساعه ساعتين حسب النوعيه مالته لازم يبدي يختفي من جسمك، هو ما يبقى التوث مالتك دون خضران او اللب مالتك او التشيك، لان من يبقى يعني معناه اكو ماده فعاله داخل الجسم ومعناها تؤدي الى توكسيسيتي والى اعراض جانبيه. The action of any drugs used to obtain local anesthesia must be completely reversible، يعني يروح مفعولها. Safety، الامان، all local anesthetic agent must have a wide margin of safety from the poisonous side effect، يعني يجب ان تكون بها اعراض جانبيه كلش قليله اللي يسمونها التوكسيسيتي. Lack of rotation، نفس الشيء ما تسوي لي rotation للسوفت تيشو. والرابيديتي اوف اونست، لازم طبعا اكيد انا احتاج اونست بسرعه يعني خلال 3 الى 5 دقائق، فما احتاج بنج ورا نص ساعه يلا يشتغل. الديوريشن اوف افكت، لونج ديوريشن شود بي افيلبل ويذين ذا لوكال انستيك دراجز، يعني لازم يطول الى مده طويله. الستيرولايلتي او الستيرولايلتي يعني التعقيم، يجب ان يكون شنو ستيرايل يعني معقم. الادكوات شيلف لايف، عمره يعني الاكسبير مالته من سنتين الى سنتين ونص. البنتريشن اوف ذا ميوكوس ممبرين، الايديال اوف ذا دراج شود هاف ذا بروبرتي اوف بنتريشن ذا ميوكوس ممبرين، يجب ان يخترق لي الميوكوس ممبرين. طبعا هاي مو بحاله الانجكشن، بحاله الانجكشن انت راح تشكل المريض بنيد الانجكشن، لكن نقصد هنا على شكل سبراي، على شكل جول، على شكل اوينتمنت دهن، على شكل كريم، يجب ان يخترق الميوكوس ممبرين. والاستابيليتي يجب ان يكون شنو بايو كومباتبل اند نت اندر جاون شنو بايو ترانسفورميشن انسايد بودي، يكون ما يتفاعل مع المركبات الكيميائيه الموجوده داخل جسم الانسان ويسوي لي مشاكل. ثانك يو.